وقيت باش نحكيه في سهلة تسهيل، واليوم باش نحكيه على قارة إفريقيا. سهلها تسهيل، سهلها تسهيل، سهلها تسهيل. أي عسلامتكم الناس الكل، نرجع بكم شوية لدروس الجغرافيا. أفريقيا ولا القارة اللي مصنفة بالعالم الثالث، القارة اللي تعاني من فقر ومجاعة كبار برشا، أمراض أنواع وأشكال، حروب واغتيالات، القارة خير برشا من اللي سمعتوه. من المرة اللي فات حكينا على الفقر في العالم، اليوم باش نحكيو كيفاش أفريقيا ماهيش فقيرة كيما نسخايلوها. كيفاش بدات الحكاية؟ أول حاجة، أفريقيا هي منبع للحضارات والثقافات، كانت مولد الحضارة الفرعونية وشهد على قيم أعظم مدينة قرطاج. هي كيما الزريبة اللي لمت برشا لغات ولهجات، أدغال كبيرة احتضنت عدد مهول من حيوانات. هي قارة فيها خيرات خليها ضحية صائد ماكر. نرجع بكم شوية لأول ما اقتسموا السياسيين الكرة الأرضية كي كابت الجاتو، كل واحد خذ اللي عجبه وحلي في عينه. أفريقيا كانت حلم عشرات الدول، فيها النفط والذهب والسواحل والفلاحة اللي تجي فيها مشاريع تدخل البليارات للبلدان، وهذا كشر. أفريقيا مش واحد ولا اثنين خذوها، أما تكتلوا عليها برشا وهي تهيتش عندك. فما اللي عفس فيها وعمل حروبات تحت شعار الديمقراطية، وفما اللي خلق صادرات متاحة، فما اللي تخلي يصلح يا أخي ولا ملك. الحاصل كل واحد خذي تفتوفها، يمكن تظهر الحكاية الضحك أما هذيك هي الحقيقة. ومن اللي قسموها جوعها وليت فقر تجارب، اللي يقلق وينقص شوية موارد متاع ماء مثلا يمشي يعمل حرب ويقول عليها حرب أهلية بسبب جماعات إرهابية. ما فماش من أسهل ما أنك تلعبها ملايكة وانت شيطان، يعني تعمل أمم متحدة ومنظمات حماية الحريات والطفولة، أما في نفس الوقت تقتل في الصغار وتغتصب في النساء. كي نقولوا افريقيا ماشي فقيره الناس تضحك، اما بالحق افريقيا فقروها اما عمرها ما كانت فقيره. خليوا ناسها جعانين مسلوبي الاراده يؤمنوا اللي القاره ماشي باش تتحسن هكاكا، يعبيوا في جيوبهم لين تفيض. مش باش يقريوك اللي افريقيا سرقوها وخدروا شعوبها، اما باش يقولوا لك اللي الدخل الفردي متاع الانسان الافريقي اقل من 1 دولار. افريقيا كانت حصل على استقلالها التام وتقف على ساقيها باراده سياسيه وشعبيه، يمكن تولي اقوى قاره في العالم، قوه اقتصاديه وانتاجيه كبيره برشا. افريقيا تعاني من التبعيه، افريقيا عرفت سباق اسمه التدافع نحو افريقيا، كان نتيجه الادعاءات الاوروبيه المتعارضه لمناطق في افريقيا اثناء الفتره الامبرياليه الجديده بين عقد 1880 والحرب العالميه الاولى في عام 1914. يعني اللعبه كانت مفهومه، وكل بلاد ترى في افريقيا مطمورات وكنوز تنفعها. من أكثر البلاد المعروفين اللي هي فقيرة، ومن أكثر القارات اللي ناقصها تطور خلينا نقوله في عينين برشا ناس، أما هي ضحية الناس اللي جيت سرقتها ونهبتها، بما أن هي كنز فيه الذهب وفيه النفط كما قلت أنت سليم، اللي قسموها كيف كعبة الجاتو كل واحد خذي ترانش وقعدت هي هكيكة. بالضبط، هي كما القارة المظلومة، معناها خاطر وقت اللي أوروبا فايتة شوية من الأول، هي كانت في 1700 و1800 دونك، وقتها عندهم الانتاج وفما الانتاجيه وعندهم برشا سلع ويحبوا يبيعوا. دونك شعملوا؟ يمشيوا يحلوا مارشيت جدد، يشوفوا مستعمرات باش يلقاو هما وين يسوقوا المنتوجات نتاعهم، و اوميم طون يشوفوا اش فما نفط هيت، فما ملح هيت، فما ملح البترول اللي ما عادش تحكيوا عليهم خير. قاعده قاره افريقيا كشمع على الذوب، وقاعده تضوي على القارات الاخرين بالحاجات اللي عندها من ذهب ونفط وحاجات اخرى كما نجموا نحكيوا عليهم مره اخرى في فرص قادمه. هذه كانت سهله تسهيل لليوم. ابدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.